هي طبعا الورقة الصحوية استخدمها الملك الراحل فهد، هو الذي مولهم دعمهم أخرجهم في إطار التنافس على الإسلام، في إطار التنافس على الدعوة الإسلامية مع إيران بعد الثورة الإيرانية 1979. خاف الملك فهد، فإذا قام بإجراءات من أجل تبيان أن السعودية تلعب الورقة الدينية كما يجب، وتم تشجيع الصحوة. طبعا الآن تم ضرب جزء منهم، منهم من مثل العودة مسجون، والأغلبية الذين يستأنسون بمعنى يخضعون لأوامر المباحث الآن أصبح أمن الدولة، الآن أصبح محمد بن سلمان، فإذا توجههم ضد داعش حتى تبرئ نفسها أمام الرأي العام السعودي والعربي، لأن الرأي العام الغربي لم يعد يثق فيها وليست لديه إعلام حتى باللغات الغربية، إذا حتى تبرر وحتى تبرئ نفسها من تمويل داعش. انظروا هؤلاء شيوخ سعوديين موجودين في الرياض ومكة والمدينة وهم يهاجمون نهارا مساء داعش، إذا أنا بريئة من داعش. لكن كما قلت لك يا الحقائق العلمية الأدلة كلها تشير إلى تورط كامل للسعودية مع قطر في اتجاه داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم العربي والإسلامي. من وحي شهادته المنحازة والمتحاملة ضد رفاق الأمس، يمكن للمراقب أن يتنبأ بالطريقة التي يقارب بها موضوعات أخرى يكون فيها النظام السعودي طرفا من جهة وجماعة دينية بصرف النظر عن هويتها ونزوعها الحركي من جهة ثانية. ماذا عن كتابه عن داعش؟ إلى الزميلة هبة. إن كتاب السعودية والحرب على داعش يندرج في سياق التحول السياسي والأيديولوجي لدى بن سالم، وهو بمثابة مرافعة دفاعية عن النظام السعودي. طرق بن سالم في كتابه أبوابا عدة، وهي على وجه الإجمال ما يحسبها أوجه الحرب بين السعودية وداعش، ومن بينها المواجهة الفكرية في الفترة بين منتصف 2011 وحتى نهاية 2018 في محاولة رصد لمسيرة المواجهة بينهما. جاء في مقدمة الكتاب، وهو كلام يبنى عليه لأنه يؤسس لما بعده بل ويحاكم الكاتب عليه أيضا، يقول بن سالم: حشد تنظيم داعش إمكاناته وأدواته كافة التي يمتلكها في سبيل تجنيد المئات من الشباب السعوديين واستقطابهم من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، وألقى بكل ثقله وخبراته القتالية في مناهضة الدولة السعودية. يكمل سالم أن داعش عمل بشكل مكثف على استهداف حدودها وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من خلال عمليات شتى وأدوات مختلفة وأساليب متعددة، وهو استهداف كانت تجري أدلاجته في عقول المنتمين والمناصرين له بإظهار السعودية على أنها العدو الأول والطاغوت الأكبر نظير دورها ومشاركتها الفعالة في الحرب التي قادها التحالف الدولي ضد داعش، وهو ما جعل السعودية من أكثر دول العالم تعرضا للعمليات الإرهابية من جانب التنظيم. نص بدا كما لو أنه مقطوع الصلة عن الواقع وخارج السياق التاريخي الذي نشأ فيه داعش. وتطرق الفصل الأخير من الباب الثاني للجدل الذي أثير حول أفكار داعش وارتباطها المرجعي بالسلفية الوهابية بطرح وجهات نظر واستدلالات للمعارضين والمؤيدين، إضافة إلى دور المؤسسة الدينية في مواجهة الفكر الداعشي. كتاب السعودية والحرب على داعش يدافع عن السعودية بالنسبة لداعش عبر التذرع باستهداف داعش، حدودها وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. ما رأي ضيفنا؟ مثل الذي حدث مع داعش حدث مع القاعدة، وهذا موضوع يعني نعمل فيه الحركات الإرهابية. ماذا يحدث؟ سأشرح المسألة بدقة. الإرهاب أو النواة الأولى الإرهاب هي التي تمولها وتدعمها السعودية، لكن سواء القاعدة أو داعش ليست تنظيما هرميا متسلسلا عسكريا بمعنى يؤتمر بإمرة واحدة، لأنه ينفجر يكبر فتصبح فيه خلايا كثيرة جدا وخلايا لا تعرف بعضها بعضها وخلايا تصدق فعلا عملية الجهاد ونشر الإسلام إلى آخره. هذا ما حدث في القاعدة، هذا ما حدث في داعش. إذا في هذه المجموعات باسم داعش تضرب السعودية، وهو إرهاب محلي على فكرة، ليس بإرهاب داعش الرسمي. أعطي فكرة أيضا لبوني ألان شوي، عفوا، مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسي السابق، يكون مثلا القاعدة تم تدميرها في ترابورا سنة 2011-12، لكن ما يحدث الآن هو في بداية سنة 2000 هو أن جماعات إرهابية، خلايا إرهابية محلية تفجر تقتل باسم
القاعدة. نفس الشيء داعش جماعات محلية، مثل في تونس داعش يعمل عملية إرهابية ويقول أنا داعش، وفي الواقع ليست لديه علاقة تنظيمية هيكلية بنيوية لشيء اسمه داعش. داعش ضربت مثلا في الرقة وفي الموصل انتهت، لا كهيكل كبنية لكن كفكر موجودة هذه الخلايا التي لا يسيطر عليها، وليست من داعش الأصل التي تم تمويلها من قبل السعودية هي التي تفجر وتقتل، مثل ما حدث بالقاعدة التي فجرت في السعودية حدث ما داعش، لأنه إرهاب محلي استخدم يافد داعش. لكن كما قلت الإرهاب الداعشي الأصلي والقاعدة في أفغانستان هي تمويل مخابرات السعودية وتركي الفيصل، وتحدث عنها الأمريكيون يعني ويعترفون ويقرون بذلك. أسامة بن لادن كان يسول ويجول يعني مع ضباط الاتصال وضباط وكالات مخابرات المركزية الأمريكية وضباط مخابرات السعودية. إذن هذا هو الإرهاب المحلي والإرهاب الرسمي. داعش انتهت الآن، لكن ستخرج فقاقيع في كل في دول عربية كثيرة جدا تضرب وتدمر وتفجر باسم داعش، باسم فكر داعش، باسم أيديولوجية داعش، ولكنها غير منتمية عمليا لهذا التنظيم. تجاوز بن سالم ظروف نشأة داعش وتطور بنائه الحركي والظروف التي ساهمت في تشكيله وصعوده وتمدده في العراق وسوريا وعلاقته بتنظيم القاعدة واستحواذه على تركتها التنظيمية. كل ذلك جرى طرقه على نحو الإجمال وكأن لا علاقة وثيقة بأصل موضوعه. سعى الكاتب إلى حشد ما أسعفه الجهد أكبر قدر من المعطيات في سياق صوغ رواية انتقالية تحظى بقدر من المقبولية والإقناع حول النشاطات الإرهابية لتنظيم داعش داخل المملكة السعودية، في رغبة واضحة نحو تصوير الأخيرة بالضحية شأن دول أخرى ضربها الإرهاب الداعشي على القاعدة المضللة أن الإرهاب لا دين له. لقد أثبتت الهجمات الإرهابية في أرجاء العالم هذه المرة بأن الإرهاب له دين ومذهب ودولة أيضا. لن نغرق في فصول الكتاب وتشعباته التي تستهدف تقديم مطالعة اعتذارية واحتفالية عن النظام السعودي وأجهزته الأمنية. ما يهمنا في الكتاب هو العلاقة العقدية بين داعش والوهابية وطريقة تعاطي الأجهزة الأمنية السعودية مع الهجمات الإرهابية ضد المساجد الشيعية، انطلاقا من زعم الكاتب بأن ثمة إنجازا أمنيا حققه النظام السعودي في مواجهة داعش. كيف يجد ضيفنا تعامل السلطات السعودية مع استهداف داعش للداخل للمساجد الشيعية في المنطقة الشرقية؟ لا هي السعودية تلعب، شوف النظام السعودي تاريخيا والآن محمد بن سلمان يلعبون على كل الحبال، يعني هو مرة إسلامي هو مرة شيوعي هو مرة قومي عربي، يعني دعموا الشيوعيين أثناء حرب الانفصال في اليمن سنة 94 صاروا شيوعيين، كانوا يعادون القومية العربية يعادون جمال عبد الناصر والبعث، ثم الآن يقولون نحن يعني نرفع لواء العروبة ضد إيران لأنه عدونا هو الفارسي الإيراني. إذن هم يستخدمون أي يافطة إيديولوجية تخطر على بالهم من أجل مصلحة ظرفية ليخرجوا من المأزق الموجودين فيه ظرفيا. لكن السعود بصفة عامة أو محمد بن سلمان أيضا بصفة خاصة ليست لديهم عقائد، ليس لديهم أفكار صح التعبير، وإنما هم براغماتيون، همهم الوحيد هم البقاء في السلطة واغتصاب السلطة واستنزاف الثروات، ويلعبون على التناقضات الداخلية مثلا في الجزيرة العربية، يحبون هذه الفتنة بين الشيعة والسنة إلى آخره، يريدون أن يغذونها حتى يطبقوا المثل الاستعماري القديم فرق تسد. فاصل أول نعود بعده. أهلا بكم. ماذا يقول بن سالم عن العلاقة العقدية بين داعش والسعودية؟ الإجابة في التقرير التالي.
في العلاقة العقدية بين داعش والوهابية، ركز الكاتب على سؤال الجذر المكاني والأيديولوجي لداعش. بمعنى آخر، هل داعش نبتة سلفية؟ وهل داعش هو امتداد لدعوة محمد بن عبد الوهاب؟ لم يخفي الكاتب نزعته الانتقائية في الإجابة عن سؤال العلاقة بين داعش والوهابية، وراح يتصيد كل إشارة أو عبارة أو نص قابل للتوجيه يخدم الحكم المراد إيصاله لمن يهم النظام السعودي أمره، أي إبراء ذمة الوهابية ورعيها السياسي من تهمة المقاسمة الأيديولوجية مع داعش. وإذا أردت التنصل من المسؤولية لا خيار لك سوى التعميم، هكذا هو مقتضى شعار الإرهاب لدينا له. فالسعودية ليست وحدها من تخرج المتطرفين، وأن دولا عديدة في أرجاء الأرض تفعل ذلك. حسناً، ولكن الضالعين في الهجمات الإرهابية معروفو الانتماء المذهبي، وفي أي مدرسة تخرجوا، وعلى أي أفكار تربوا، وإلى الفئات أفرغوا كراهيتهم الدينية والمذهبية. على أي حال، فإن ما يعني الكاتب ليس الحق ولا الحقيقة، ولكنه إبراء ذمة النظام السعودي الذي واجه اتهامات عالمية بضلوع وهابيته في كل الهجمات الإرهابية التي وقعت في عدد من قارات العالم، وكانت موجهة في الغالب ضد المدنيين. يوحي المؤلف في معالجة العلاقة العقدية بين داعش والوهابية وكأن النظام السعودي ليس طرفاً لا في هذه العلاقة ولا في الوهابية، وأنه هو أحد ضحاياها. كرس بن سالم نقده لرجال المؤسسة الدينية مما وصفهم بالمشايخ الكسالى، لأنهم لم يطلعوا بمهمة غربلة التراث الوهابي وتصفية المراجع الوهابية من النصوص المحرضة على الكراهية والعنف، ومن بينها موسوعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية التي تحتوي تراث الوهابية منذ مؤسسها وحتى مشايخ القرن العشرين. ما يغمض بن سالم النظر عنه بقصد أو خلافه أن مسؤولية مراجعة التراث السلفي الوهابي ليس مسؤولية المشايخ وحدهم، وهم مجرد موظفين في مؤسسة دينية رسمية تابعة للنظام السعودي. الأمر الآخر المغفول عنه هو ما وصفته صحيفة الجزيرة الصادرة في الرياض باستراتيجية المملكة في نشر العلم الشرعي، فثمة قائمة طويلة من الكتب الشرعية المطبوعة على نفقة الملوك والأمراء إلى هبة. أهلا بكم. قبل أن تتوفر الموارد المالية، كلف الملك عبد العزيز مجموعة من العلماء انتقاء مجموعة من الكتب العلمية، وأمر بطباعتها في عدد من الدول الإسلامية التي تتوافر فيها المطابع الكبيرة آنذاك، وسار على نهجه أبناؤه من الملوك والأمراء، وكان يتم توزيع الكتب بين الحجاج ضمن برنامج الحرس الوطني في التوعية الإسلامية في الحج. من أبرز الكتب التي تعددها صحيفة الجزيرة في هذا الإطار منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية تأليف بن تيمية، كما أن للأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وللأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الداخلية الأسبق جهودا في طباعة ونشر وتوزيع الكتب باللغة العربية وبمختلف اللغات. وقد أعلنت دارة الملك عبد العزيز عام 2010 عن توجيهات للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حينها والملك حاليا بإعادة طبع عدد من الكتب الشرعية على نفقته الخاصة، ومن بين الكتب كتاب عرش الرحمن جزءان من تأليف بن تيمية، كتاب مجموعة الحديث جزءان المعروف بمجموعة الأحاديث النجدية، وتشتمل على عدد من الكتب والرسائل لعدد من العلماء أبرزهم محمد بن عبد الوهاب، وهي الكتب التي تشتمل على أحكام بتكفير كل من لا يعتنق الآراء التي يقولها في مسائل التوحيد والإيمان. جهود الملك فهد لا يمكن إغفالها أيضا. مجموع الفتاوى النجدية 4 مجلدات، وهذا الكتاب مشبع بفتاوى التكفير ضد غير الوهابي، الرسائل والمسائل النجدية، وقد طبع أول مرة على نفقة الملك عبد العزيز ثم طبع على نفقة الملك فهد. ويكفي أن تقرأ الصفحات الأولى من الجزء الأول والمخصص لرسائل محمد بن عبد الوهاب في التوحيد، حيث ينفي فيه صفة الإسلام عن المسلمين بدعوى أن إسلامهم غير صحيح وأنهم لم يفهموا التوحيد كما ينبغي، وبالتالي فإذا ماتوا فإنهم يموتون على الكفر وليس الإسلام. عودة للزميل نور الدين.
طباعة تلك الكتب المرجعية كانت سنة ماضية في سلالة عبد العزيز، وصولا إلى الملك سلمان الذي يرأس دارة الملك عبد العزيز المعنية بتراث آبائه وأجداده. وقد تكفل في العام 2010 بطباعة العشرات من الكتب الوهابية، ومن بينها موسوعة الدرر السنية التي حوت من فتاوى التكفير ما لا يحصى عددها. إن مطالبة بن سالم علماء الوهابية بالتبرؤ من موسوعة الدرر السنية واعتبار عدم فعلهم ذلك بمنزلة خيانة الأمة والوطن، لابد أن تطرح السؤال الأول: من المسؤول عن ترويج هذه الموسوعة؟ ولماذا حين تقرر الحكومة وقف طباعة وتوزيع هذه الكتب وإغلاق مدارس التطرف تكون لها القدرة على فعل ذلك، وحين تفيد من رواج التطرف تغذيه بكل ما تملك؟ لا، ليست مسؤولية التيار الصحوي انتشار الكتب المحرضة على الكراهية والعنف، بل هي اللعبة المفضلة للنظام السعودي لعقود طويلة، وهو من كان يجند الفرق في مواسم الحج والعمرة لتوزيع كتب التكفير على الحجاج والمعتمرين الذين يعودون إلى بلدانهم محملين بشهادة تكفيرهم. في مراجعة تاريخية يتضح أن ملوك السعودية وأمراءها قاموا برعاية طباعة كتب التكفير. كيف تدعي السعودية محاربة هذه التنظيمات ثم تزودها بالروافد المعرفية التكفيرية؟ لأن الإرهاب ليس فقط تفجيرات ورصاص وأسلحة وقنابل وديناميت، وإنما هو قبل كل شيء فكر. الإرهاب السعودي بدأ مع الفكر، تأسست الجامعة العالمية الإسلامية، الرابطة الإسلامية العالمية، لنشر الفكر الوهابي وسيطرت على مساجد في أوروبا، مساجد في جنيف، في بروكسل، في مدريد، في غيرها. لكن انتفض المسلمون الآن ويريدون التخلص من الهيمنة السعودية، وفعلا أجبروها، مثل السلطات البلجيكية أجبرت الرابطة على التخلي عن مساجد بلجيكا. نفس الشيء هنا في جنيف، الرابطة قالت سنتخلى عن مسجد في جنيف. كانت تغذية الفكر التكفيري بالذات في الستينات ضد جبل عبد الناصر، ضد القومية العربية التي هددت عرش آل سعود، لأنه حدثت محاولة ثورة عسكرية قاموا بها ضباط في القوات الجوية السعودية في الستينات، ويعني واكتشفت أجهزة المخابرات الأمريكية CIA وأعلمت بها نظرتها للسعودية، وتم إفشال المخطط. إذن كانت حرب السعود الأساسية هي القومية العربية، هي جمال عبد الناصر في الستينات، هي البعث. فإذن يتم حشد الفكر التكفيري. ولو عدنا إلى الأدبيات في الستينات لوجدنا جمال عبد الناصر كافر شيوعي ملحد وإلى آخر القائمة. هذا الفكر التكفيري بدأ يتغذى إلى أن يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى فعل، إلى قنابل، إلى قتل، إلى إرهاب، وهو فكر القاعدة، وهو فكر داعش. لأنه أيضا الإيديولوجية هذه لا ننسى هي الإيديولوجية الوهابية، وأنا أقول دائما الوهابية السعودية لا يمكن فصل ما بينهما. لاحظي آل سعود، الوهابية السعودية حينما دخلت مكة والمدينة، دخلت الحجاز، فماذا فعلت؟ يعني قامت ببقر بطون النساء، قتلت الأطفال، قتلت الرجال، قطعت الرؤوس في الساحات العامة والأيدي، ثم حطمت الأثار، أثار المسلمين، أثار مكة، بيوت الصحابة كلها وزيلت ودمرت. والآن نشاهد يعني في ساعة ضخمة وفنادق أوروبية ضخمة على أنقاض ماذا؟ التراث الروحي لمكة. نفس الشيء لاحظي داعش تذهب وتدمر الأثار في سوريا ومتحف الموصل، وطالبان يعني تفجر تمثال بوذا في أفغانستان، لأنه هو الفكر الداعشي. الفكر الداعشي هو الفكر الوهابي. كثيرون ليست لديهم الشجاعة في أن يتحدثوا ذلك. أنا أتحمل مسؤوليتي العلمية والبدنية وأقول نعم، داعش، الإيديولوجية الرسمية لداعش والقاعدة هي الوهابية السعودية لا أكثر ولا أقل. دراسة أخرى لبن سالم عن داعش
نطلع عليها في الإنفوغراف التالي. فاصل ونستكمل الجزء الأخير من صناعة الكراهية. إن صفة الأممية التي ألصقت بمشروع القاعدة وداعش لم تكن مستعارة من أيديولوجيات أخرى، وإن كان الإسلام نفسه أممية الطابع وكذلك جماعة الإخوان المسلمين، فقد كان مشروع الدعوة الوهابية منذ البداية مشروعا أمميا، وهذا ما جعله يشن الغارات على أطراف الخليج الأخرى وأن يغزو العراق وبلاد الشام بالرغم من خضوعها تحت الحكم العثماني. ولشرعنة ذلك صدرت الفتاوى الوهابية بتكفير الدولة العثمانية بل وتكفير مجتمعات داخل الجزيرة العربية لتسويغ الحرب عليها واحتلال أرضها ومصادرة أملاكها. ونلحظ في المراسلات بين شيوخ الوهابية والأمراء السعوديين بعد سقوط الدولة السعودية الأولى أن العلاقة بين الشيخ والأمير وصلت إلى نقطة التصادم، لأن الأمير أرادها سلطة وملكا دنيويا بينما الشيخ أرادها خلافة على منهاج النبوة بحسب الشيخ حسن حفيد الشيخ بن عبد الوهاب، وهو بالمناسبة شعار دولة داعش. الأممية مشتركة بين الدولة السعودية الأولى وداعش. لماذا توقفت المملكة عن تنفيذ هذا المشروع بينما قامت سابقا بغزو العراق وبلاد الشام؟ العلاقة التاريخية التي حدثت بين محمد بن عبد الوهاب وبن سعود، بمعنى السعود لديهم السلطة السياسية والشيخ ذرية محمد بن عبد الوهاب لديهم السلطة الدينية. الدولة الأولى من أجهضها محمد علي باشا، أرسل ابنه إبراهيم باشا قضى عليها بالقوات المسلحة. الدولة الثانية حدث فيها تقاتل بين الأمراء، ذبحوا بعضهم بعض السعود كما تقاتل الآن الأمراء. محمد بن سلمان يفتك بأمناء عمته في أواخر القرن الثامن عشر، تم السعود فتكوا بعضهم ببعض. فجاءت الدولة الثالثة، الدولة الثالثة بدعم إنجليزي واضح، يعني تخلى إنجليز على آل الرشيد، دخل الإنجليز على شريف مكة شريف حسين وكان حليفا لهم. لماذا؟ لأنه عبد العزيز السعودي يقدم للإنجليز أكثر من أي كان، قال لهم يعني أنا أقدم لكم ما لا يقدمه آل الرشيد ولا يقدمه شريف مكة ولا غير، أنا خادم صاحب الجلالة المطيع. وفعلا عندنا الرسالة الشهيرة وهذا موجود في أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية، الرسالة الشهيرة للملك عبد العزيز السعود لسار بريطاني وزارة الخارجية البريطانية، يقول لها يعني أنا قدمت خدمات كثيرة جدا لكن راتبي قليل، أرجوكم زيدوني الراتب، أريد أن يصبح راتبي محترما لأنني أعاني من الضيق. فهذا
فهذا يبين الدور الإنجليزي مع السعود. ثم جاء الأمريكان بعد الحرب العالمية الثانية، اكتشف عبد العزيز السعود أن الآن مستقبل لأمريكا، فالتقى بالرئيس الأمريكي الراحل روزفلت على ظهر الباخرة الأمريكية كوينزي سنة 1945 في البحر الأحمر، وعقد الاتفاق الشهير الأمن العال السعود مقابل النفط. يعني النفط يتدفق بدون حساب، النفط السعودي هو في الواقع ملك تصرف في واشنطن مقابل حماية العائلة الحاكمة، وهذا ما حدث ضد عبد الناصر وماذا حدث بعد غزو صدام حسين للكويت إلى آخره. إذن العالمية هذه الوهابية استخدمتها السعود بعد الطفرة النفطية بشكل واضح، لأنه قبل الطفرة النفطية يعني يسخرون من سيتبع السعود والوهابية السعودية. لا يتبع حد، نتذكر رد رسالة الإمام التونسي لإمام المحجوب على محمد بن الوهاب وكيف سخر منه وبين بطلان فكري وفساد فكره وهو إمام جامع الزيتونة في تونس. فإذا السعود أصبحت لكم هذه المكانة الدينية بفضل الطفرة النفطية. الطفرة النفطية بعد حرب أكتوبر 73 وتدفق الأموال الطائلة هي التي قوت من قوة النفوذ الوهابي السعودي، ومولوا مساجد كثيرة كما قلت في أوروبا وأفغانستان وباكستان وفي جميع أنحاء العالم، وبدأوا ينفقون بسخاء على الفكر الوهابي السعودي في كل مكان. هذا باعتراف محمد بن سلمان نفسه مع صحافة الأمريكية، قال لقد نشرنا التطرف الديني بطلب منكم، لأنه نريد أننا متحالفين طلبتم منا نقاوم الشيوعية والقومية العربية، فنشرنا التطرف الديني في كل مكان. هو الآن يحاول أن ينقلب على هذا التاريخ ويحاول أن ينسف هذا التاريخ. لكن هل تستطيع السعودية أن تعيش بدون وهابية؟ هل سيحدث تناقض بين السعودية والوهابية؟ أنا أشك في ذلك، لأن أسس الدولة السعودية فعلا هي الإيديولوجية الوهابية. نلحظ في مراحل لاحقة التحول الدراماتيكي في الموقف السياسي والديني في نجد كرد فعل على ما أصاب سكان نجد على أيدي القوات العثمانية المصرية. أصبح تكفير العثمانيين شائعا وسط المشايخ، فيما تحولت الوهابية إلى مأوى لمن تعرضوا للاضطهاد خلال التجربة العثمانية المصرية في نجد. لقد تربى إخوان من طاع الله وهم الجيش العقائدي والذراع الضارب لابن سعود على أن العثمانيين كفار ويجب قتالهم، وتلك كانت فاتحة التمرد على الدولة العثمانية. وبحسب رسالة من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ إلى الإخوان من بني تميم جاء ما نصه: وقتال الدولة، يعني الدولة العثمانية والأتراك والإفرنج وسائر الكفار، من أعظم الذخائر المنجية من النار. بل عد آل الشيخ قتال العثمانيين جزءا من عقيدة التوحيد، منطلقا من اعتبار الدولة العثمانية كافرة. لا بل من يعتقد أن الدولة العثمانية مسلمون فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله أو أشرك به، بل وضع حكما عاما في قتال الخصوم. وسألت مجموعة من علماء الوهابية عن خروج العجمان وفيصل الدويش زعيم قبيلة طير والقائد الميداني لجيش الإخوان وآخرين من نجد إلى بلاد واقعة تحت حكم الأتراك، فجاء الجواب: فهذا من ضلالهم ومن الأسباب الموجبة لكفرهم وخروجهم من الإسلام بعدما انتسبوا إليه. لقد جرى اتفاق بين الملك عبد العزيز والشيخ سليمان بن سحمان، لماذا؟ التفاصيل مع الزميلة هبة. أهلا بكم. الشيخ سليمان بن سحمان كان من بين المشايخ الذين أوكل إليهم عبد العزيز مهمة تصويب تفكير الإخوان بما يتواءم مع شروط إدارة الدولة. صنف الشيخ بن سحمان كتابا أسماه الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية لجميع إخواننا الموحدين من أهل الملة الحنيفية والطريقة المحمدية، كما جاء على الغلاف بأمر عبد العزيز نفسه. وتكفلت مطبعة المنار في مصر والتي كان يرأسها الشيخ رشيد رضا بطباعته سنة 1342 للهجرة، أي عام 1921 ميلادية.
الميلادي. يقول بن سحمان في مقدمة الكتاب: اعلموا أيها الإخوان أن على ما كان عليه أئمتنا أهل الإسلام والعلماء الأئمة الأعلام الذين ينفون عن كتاب الله وسنة رسوله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وأحال إلى أقوال بن تيمية وابن قيم الجوزية وابن كثير والطبري وابن رجب الحنبلي. كما صنف بن سحمان كتابا آخر بعنوان: منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، وكان الهدف بحسب محقق الكتاب المساهمة في القضاء على بعض الأفكار التي جنح أهلها إلى الغلو والتشدد في التدين، مما كان نواة لسلوك مسلك الخوارج ونحوهم في تكفير المسلمين والطعن على علمائهم والخروج على ولاتهم. ولكن بن سحمان المولج بتطوير خطاب في التسامح الديني وتشجيع الإخوان على اعتناقه كان نفسه موغلا في التطرف العقدي على الأقل، نجد ذلك واضحا في توصيفه لحال سكان الجزيرة العربية بقوله: أن من في الجزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم، بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام، فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم. فالشيخ بن سحمان حسم قسمة العالم من حوله، فمن هم خارج سلطان بن سعود كفار في الغالب. ما يلفت أن بن سحمان وفي مسعى لتخفيف غلو الإخوان يطور خطابا فريدا في الغلو، إذ يجعل آل سعود محورا يدور حوله الإسلام حيث دار حكمهم. عودة لزميل نور الدين. بعد أن استغل وجيش عبد العزيز جيشه إخوان من طاع الله، قام بالانقلاب عليهم عبر تجيير فتاوى مثل فتاوى الشيخ سليمان بن سحمان. ما رأي ضيفنا؟ هذا فعلا يحن إلى كتاب رائع جدا، أنصح بقراءته. الجزء الأول، الجزء الثاني لم يكتب لأنه كاتبه تم اغتياله من قبل المخابرات السعودية. هو تاريخ آل سعود لناصر السعيد، تاريخ آل سعود لناصر السعيد عندي في المكتبة هنا في المركز، قريته أكثر من مرة في كل التفاصيل عن عبد العزيز السعود، كيف وظف دويش وغيره جماعة الله إخوان الله، كيف وظفهم جعلهم يعني متطرفون متعصبون، وظفهم في القتل والتقتيل في الجزيرة العربية، وهم أرادوا أن يواصلوا ذلك نحو العراق وسوريا وغيره. لكن طبعا هم ليس لديهم علاقة مع الإنجليز، هم علاقتهم فقط مع عبد العزيز السعود، وبن سعود علاقته مباشرة مع الإنجليز، أفهموا الإنجليز أن دولته المملكة السعودية تقف هنا لا يمكن أن تتجاوز، فانقلب عليهم وقتل، انتفضوا عليه وقتل ما قتل بمساعدة أخرى من الإنجليز، يعني كانت طائرات الإنجليزية تقصف إخوان تاع الله الذين كانوا جيش عبد العزيز السعود الذي غزا به الرشيد وغزا به الحجاز ونجران وعسير وغيرها. إذن التاريخ يبين كما قلت، هذه لابد أن نستخلصه كقانون سوسيولوجي، آل سعود لا يهمهم في الأيديولوجيا ولا في العقائد ولا في الفكر، فقط لا يجب أن يستفيدوا من السلطة المطلقة وأن يأخذ الأموال، يعني عائدات النفط وصلت أكثر من نصف العائدات تذهب إلى العائلة الحاكمة، في بعض الأحيان وصلت 70-80% تذهب إلى العائلة الحاكمة في بذخ سوريالي خيالي لا علاقة له بالواقع. تصوري السعودية اليوم فيها 5 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، السعودية 70-80% من سكان السعودية لا يملكون بيوت خاصة، بينما هذه النسبة في تونس أو الجزائر والمغرب 80% يملكون منازل خاصة، وفي نفس الوقت محمد بن سلمان يشتري لوحة ليوناردو دافنشي ب500 مليار دولار، يعني ب450 مليون دولار، وهو رقم فلكي ويبدو أنه لوحة مزورة وليست حتى حقيقية. يشتري يخت ب350 مليون دولار، يشتري قصر لويس 14 في باريس إلى غير هذا البذخ الكبير، وهذا الثروة الضخمة 10 مليون برميل نفط هو هدف آل سعود وهو هدف محمد بن سلمان، وليس ومستعد لأن يدفع أي شيء لذلك، مستعد أن يدفع لترامب كما لاحظنا 460 مليار دولار ثم 300، عودة لاتفاق جد عبد العزيز آل سعود مع روزفلت، النفط بدون حساب، النفط لأمريكا مقابل حماية العائلة الحاكمة. لنذكر ما قاله ترامب بالحرف الواحد، أنا هتفت الملك سلمان وقلت له: يا سلمان ستسقط في ظرف أسبوعين بدون حمايتنا لكم، إذن عليك أن تدفع مقابل حمايتنا لكم. هذا هو منطق العلاقة بين السعودية وأمريكا، وهذا هي الديناميكية الداخلية لأمراء السعود، أكثر ما يمكن من الثروة ومن النفط، ثم لا تهمهم الأيديولوجيات ولا تهمهم العقائد، وإنما يوظفوها حسب المكان وحسب الزمن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نلقاكم في حلقة قادمة لنستكمل فيها الرد بالحجج على ما قالته السعودية
عن داعش. السلام عليكم.